السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب الصف السادس في الجزء الثالث من الدرس الثالث من الوحدة السابعة، تمثيل النسب المئوية الأكبر من 100 أو الأصغر من 1. أهداف درسنا اليوم: أولا، أن نكتب نسبا مئوية أكبر من 100. ثانيا، أن نكتب نسبا مئوية أصغر من 1. كتهيئة لدرس اليوم، قمنا بطرح السؤال رقم 26 من فقرة تدرب على اختبار صفحة 173 على مجموعة من الطلاب. لنقرأ نص السؤال مع بعض. يبلغ وزن نمر صغير 20 باوندا، ويصل وزنه عند البلوغ نسبة 315% من وزنه الحالي. اكتب النسبة 315% في صورة كسر اعتيادي وكسر عشري. أخذنا عينة من أجوبة الطلاب فكانت كالتالي: 315 تقسيم 10، 31 وخمسة أجزاء من العشرة، 315 تقسيم 100، وأخيرا 3.15 جزءا من 100. لنحاول أعزائي الطلاب أن نكتب النسبة 315% في صورة كسر اعتيادي. أحسنتم جميعا، 315% هي مساوية ل 315 تقسيم 100. كيف سنكتبها الآن في صورة كسر عشري؟ أحسنتم، هي مساوية ل 315 جزءا بالمئة. إذن الإجابات الصحيحة كانت الإجابة C والإجابة D. ما هي الأخطاء التي وقع فيها الطلاب الذين كانت أجوبتهم A و B؟ بالنسبة للإجابة A، فنحن نعرف جميعا أن النسبة المئوية هي جزء من 100 وليست جزءا من 10، فخطأهم كان في وضع المقام، حيث يجب أن يكون المقام مساويا لمئة. أحسنتم، بالنسبة للذين كانت أجوبتهم الإجابة B، فهم قد أخطأوا في تحريك الفاصلة العشرية. فبما أننا قد قسمنا 315 على 100، فيجب أن نحرك الفاصلة العشرية بمنزلتين إلى اليسار. وهنا في الإجابة B، قام الطالب بتحريك الفاصلة العشرية بمنزلة واحدة إلى اليسار، وهذا خطأ. أحسنتم جميعا أعزائي الطلاب. لنحاول الآن أن نلخص المفهوم. نقرأ الملخص مع بعض. يمكنك التعبير عن النسب المئوية الأكبر من 100 أو الأصغر من 1 في صورة مقادير مكافئة لها. مثلا، أخذنا نسبة مئوية أصغر من 1%. 5% هي مساوية لجزئين من 10%، لأن 1 تقسيم 5 تساوي 2 تقسيم 10 تساوي جزئين من 10. كيف سنكتب جزئين من 10% في صورة كسر عشري؟ أحسنتم جميعا أعزائي الطلاب، جزئين من 10 تقسيم 100 تساوي 2 تقسيم 1000، لأننا ضربنا البسط والمقام كلاهما في 10. بإمكاننا كتابة كسر مكافئ لاثنين تقسيم 1000 بقسمة البسط والمقام على 2. أحسنتم، إذن 1 تقسيم 500 هو كسر مكافئ للنسبة المئوية جزئين من 10%. كيف سنكتب الآن 5% في صورة كسر عشري؟ أحسنتم، 2 تقسيم 1000 يساوي جزئين من 1000. أحسنتم جميعا. لنأخذ الآن نسبة مئوية أكبر من 100، 275%. لو أردنا كتابتها في صورة كسر اعتيادي لكانت 275 تقسيم 100. أحسنتم أعزائي. لنحاول أن نكتب كسرا اعتياديا مكافئا ل 275 تقسيم 100. أحسنتم، بقسمة البسط والمقام
على 25، فكان الكسر المكافئ 11 تقسيم 4. إذا نستنتج أن 275% تكافئ 275 تقسيم 100، وأيضا 11 تقسيم 4. لنكتبها الآن في صورة كسر عشري. سنضع فاصلة عشرية بعد الرقم الثاني الموجود على يمين العدد وهو 7، فصار الناتج 275 جزءا من 100. أحسنتم جميعا أعزائي الطلاب. ننتقل الآن إلى الصفحة 172، فقرة عبر عن فهمك. السؤال الأول وهو السؤال الأساس: كيف يمكنك كتابة نسبة مئوية أكبر من 100 أو أصغر من 1 في صورة كسر اعتيادي أو كسر عشري؟ أوقف الآن الفيديو للإجابة عن السؤال ثم أكمله عزيزي الطالب بعد إنهاء حله. لو أردنا عزيزي الطالب أن نكتب النسبة المئوية في صورة كسر اعتيادي، فسنحول النسبة المئوية إلى كسر اعتيادي مقامه 100 وبسطه مساو للنسبة المئوية، ثم سأستعمل الضرب أو القسمة لكتابة كسر مكافئ. أحسنتم أعزائي الطلاب. مثال: 275% يساوي 275 تقسيم 100. استعملنا الآن القسمة لكتابة كسر مكافئ، فكان الناتج 11 تقسيم 4. ألاحظ أننا قسمنا البسط والمقام كلاهما على 25. نمر الآن عزيزي الطالب إلى كتابة النسبة المئوية في صورة كسر عشري. سوف نكتب النسبة المئوية أولا في صورة كسر اعتيادي مقامه 100، ثم أقوم بتقسيم البسط على المقام. فخمس بالمئة يساوي جزئين من 10%، وجزئين من 10% تساوي 2 تقسيم 1000، وهي تساوي جزئين من 1000. نمر الآن عزيزي الطالب إلى السؤال الثاني من نفس الفقرة، صفحة 172. برر منطقيا، وأريدك أن تشرح سبب أن 3/4 يمثل مقدارا أصغر من 100. لذلك أوقف الآن الفيديو للإجابة عن السؤال ثم أكمله بعد إنهاء حلك. بما أن النسبة 100% تساوي 1، فإن أي قيمة أصغر من 1 تكون أصغر من 100%. لنقارن عزيزي الطالب بين 3/4 و 1. نعلم جميعا أن 3/4 هي أصغر من 1، لذلك فإن النسبة المئوية المكافئة ل3/4 ستكون أصغر من 100%. أو بإمكاننا الإجابة أن 100% تكافئ 1، و1 هي أكبر من 3/4. اقرأ الآن نص السؤال 4 وحاول أن تحل هذا السؤال. لذلك أوقف الفيديو ثم أكمله بعد إنهاء حلك. السؤال 4 هو: اشرح الفرق بين نصف ونصف بالمئة. نعلم أعزائي الطلاب أن نصفا هي تكافئ 50%، و50% مختلفة عن نصف بالمئة. لنحاول أن نكتب نصف ونصف بالمئة في صورة كسرين اعتياديين أو كسرين عشريين. أحسنتم أعزائي الطلاب. نصف هي مساوية لخمسون تقسيم 100، مساوية لخمسة أجزاء من 10، وهي أيضا مكافئة لخمسين جزءا بالمئة أو 500 جزء من 1000. أحسنتم أعزائي الطلاب. إذا أردنا الآن كتابة نصف بالمئة في صورة كسر اعتيادي أو كسر عشري، فنصف بالمئة تساوي نصف تقسيم 100. أحسنتم. سنغير عملية القسمة إلى عملية ضرب بقلب 100، فسيكون الناتج نصف ضرب 1 تقسيم 100، أي 1 تقسيم 200. 1 تقسيم 200 تساوي 5 أجزاء من 1000، لأن 1 تقسيم 200 يكافئ 5 تقسيم 1000. أحسنتم أعزائي الطلاب. لذلك هنالك فرق بين نصف ونصف بالمئة. أحسنتم. ننتقل الآن إلى فقرة تدرب وحل مسائل، صفحة 173. وأطلب منك عزيزي الطالب أن تحاول أن تحل السؤال 10. لذلك أوقف الآن الفيديو للإجابة على السؤال ثم أكمله بعد إنهاء حلك. 3 تقسيم 5%،
كيف سنكتبها في صورة كسر اعتيادي؟ أحسنتم، بأن نقسم النسبة على 100، فصارت 3 تقسيم 5 تقسيم 100. أحسنتم جميعا. كيف سنغير الآن عملية القسمة إلى عملية ضرب؟ ممتاز، بقلب العدد 100، فكتبنا 3 تقسيم 5 ضرب 1 تقسيم 100. للحصول على ناتج ضرب كسرين اعتياديين، سنضرب البسط في البسط والمقام في المقام، فثلاثة ضرب واحد يعطينا 3، وخمسة ضرب 100 يعطينا 500. تحصلنا الآن على الكسر الاعتيادي المكافئ للنسبة 3 تقسيم 5%، وهو 3 تقسيم 500. سنحاول الآن كتابة الكسر الاعتيادي في صورة كسر عشري، فثلاثة تقسيم 500 هي مساوية لستة تقسيم 1000، مساوية لستة أجزاء من 1000، لأن 3 تقسيم 500 لو ضربنا عزيزي الطالب البسط والمقام كلاهما في 2، فسنتحصل على 6 تقسيم 1000، وهي 6 أجزاء من 1000. أحسنتم جميعا أعزائي الطلاب. افتح الآن عزيزي الطالب كتابك صفحة 175 اختبار منتصف الوحدة. أطلب منك الآن أن تحاول أن تحل السؤال الثاني، وهو أرسم خطا لمطابقة كل كسر اعتيادي بالنسبة المئوية المكافئة معه. لذلك أوقف الآن الفيديو للإجابة على السؤال، ثم أكمله بعد إنهاء حلك. طلب منا السؤال أن نرسم خطا لمطابقة كل كسر اعتيادي بالنسبة المئوية المكافئة معه. لنبدأ بالكسر الاعتيادي 4 تقسيم 5. نعلم جميعا أن 4 تقسيم 5 مساو ل8 تقسيم 10، وهو أيضا مساو ل80 تقسيم 100. أحسنتم جميعا. إذن 80 تقسيم 100 هي مكافئة للنسبة المئوية 80%. لنحاول الآن أن نأخذ الكسر 7 تقسيم 20. ممتاز، ضربنا البسط والمقام في 5، فصار 35 تقسيم 100، وخمسة وثلاثون تقسيم 100 هي مكافئة لخمسة وثلاثون بالمئة. أحسنتم جميعا. الآن 9 تقسيم 4. لاحظ عزيزي الطالب أن البسط أكبر من المقام، إذا يجب أن تكون هذه النسبة المئوية أكبر من 100%. أحسنتم. فتسعة تقسيم أربعة مكافئة ل225 تقسيم 100، لأننا ضربنا البسط والمقام في 25. 225 تقسيم 100 مكافئة ل225%. الآن 25 تقسيم 1000 هي مساوية ل2.5 أجزاء من 10 تقسيم 100. تحصلنا على هذا الكسر المكافئ بقسمة البسط والمقام كلاهما على 10. من يستطيع إيجاد النسبة المئوية المكافئة ل2.5 أجزاء من 10 تقسيم 100؟ ممتاز، هي 2.5 أجزاء من 10%. أحسنتم جميعا أعزائي الطلاب. أشكركم جميعا أعزائي الطلاب على حسن متابعتكم وانتباهكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.